السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نعيم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرضكم تحدي اليوم الخامس تبع تحديات مهرجان الشتاء أو مهرجان الكريسماس. التحدي هو اليوم الخامس، وبدك تفتح أول شي بلاي ستيشن ولا الجرابة، بعدين تشوف النقطة الثانية مع بعض بلاي ستيشن 2. الهدية مو ظاهرة هون عندي، هلا لآخرها بتظهر. نفتح مع بعض الهدية ونشوف التحدي. هدية اليوم بنحاول نفتحها. هي صوت ليزر، شوف شو هي. بنر وصورة اليوم، تمام. نطلع منه. فتحوا عندنا هون الجوارب، ندوس عليها. هاي الستيج 1 الكليو وريو سيرفرز، تمام. هيك بنكون فتحناها وفتحت المهمة. حط ليف، نشوف المهمة مع بعض. المهم انه بدك تدفي حالك يعني جوات اللودج البيت اللي هي بالمدفأة، اللي هلا بنورجيك اياها مع بعض. ندوس على السكينر والكروك شوت، نروح على المدفأة هون. استنى بس، خلصت هاي المهمة. في هاي كمان 20 20، حلو، تنتين حلوين. نعمل ليف. هيك بنكون خلصنا المهمة مع بعض وربحنا ظهريتين. وشكرا للمشاهدة، وإذا كملت الفيديو للآخر يا ريت ما تنسانا من الكومنت واللايك وشير، وإن شاء الله مع بعض بنصير ننزل أيام حلوة دوس كواد سولو. بس إن شاء الله تعدي الفترة هاي ونرجع بالقناة بفيديوهات جديدة وكلها جيم بلاي وإبيكس وفورتنايت بعد الفترة هاي وراس السنة الجديدة. وشكرا على المشاهدة.